السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن مفهوم كلمة الحوكمة. بداية خلينا مع بعض نتعرف على ما هو مفهوم الجوفرنس أو مفهوم الحوكمة. مفهوم الحوكمة بمنتهى البساطة هي القواعد اللي بتخلي الشركة تشتغل، أو القواعد اللي بتحكم الشركة عشان تأدي الأوبجيكتيف أو الميشن بتاعتها. طيب يعني إيه ميشن واشتقت منين؟ احنا دلوقتي عندنا لأي شركة بيكون في هدف، الهدف ده هو احنا عايزين نروح فين، فعشان نحقق الهدف ده بنعمل استراتيجية للشركة. الاستراتيجية دي هي اللي بتقول لنا هنروح هناك او هنحقق الهدف الكبير بتاعنا ده ازاي. فانا لما باجي اعمل حوكمة بيكون هدفي ان انا اخلي كل العمليات اللي بتتم في الشركة تحت الاقسام المختلفة تشتغل بطريقة تمشي مع استراتيجية الشركة. زي ما قلنا الاستراتيجية هي الطريقة اللي أنا هقدر أحقق بيها أهداف الشركة بعيدة المدى. فلما أقول إن أنا هعمل حوكمة فأنا بعمل حوكمة عشان أخلي الشركة تحقق أهدافها بعيدة المدى. طيب هو مبدئيا كده هو مين اللي بيحط الاستراتيجي؟ اللي بيحط الاستراتيجي البورد أوف دايركتور، مجلس الإدارة. مجلس الإدارة بيترأسه رئيس مجلس الإدارة، أو بيعرف اصطلاح آخر التشيرمان. التشيرمان او مجلس الاداره بشكل عام بيوكل الى السي اي او او المدير التنفيذي للشركه ان هو يحقق الاوبجكتيف او يحقق هذه الاستراتيجيه. فالسي اي او وده بيرأس مجموعه من المديرين بنسميهم الاداره العليا، بنلاقي من ضمنهم مديرين لاغلب القطاعات في الشركه، وبيكون وجودهم مقترن بحجم الشركه ومستوى العمليات اللي موجوده فيها. يعني احنا مثلا في بعض الشركات بنلاقي ان في سي اي او، سي اف او، سي او. في بعض الشركات ممكن نلاقي ان في تايتلز اخرى بتضاف زي سي اي او، سي اس او، سي اي اس او. وبنلاقي ساعات ان بيكون في مثلا لو انا بتكلم في شركات مثلا بتشتغل في المجال القانوني، فممكن الاقي ان في حاجه اسمها شيف ليجل اوفيسر. لو شركه بتشتغل في مجال التسويق ممكن نلاقي حاجه اسمها شيف ماركتنج اوفيسر. فانا التوب مانجمنت بنلاقي ليهم تايتلز كتير جدا، كلهم بيبقوا اندر سي ليفل، او بيبقوا دايما بتلاقي التايتل بتاعهم بيبدا بالتشيف. التوب مانجمنت دول بقى وتحت كل اداره من اداراتهم بيسعوا ان هم يحققوا اهداف الشركه اللي تم تحديدها في الاستراتيجي، عن طريق ان هم بيعملوا قواعد منظمه للناس اللي شغاله تحتيهم عشان الشغل يمشي. طيب انا عشان اقدر احقق الجوفرنس او عشان اقدر احقق مفهوم الحوكمه بحتاج ادوات. ما هي ادوات تحقيق الحوكمه؟ ادوات تحقيق الحوكمه لو بدنا نتكلم عليها كده من نظره شامله هنلاقي ان اول اداه من ادوات تحقيق الحوكمه هي البوليسي او السياسات. السياسات دي هي اللي بتقول احنا عايزين نعمل ايه، او ايه المشكله اللي عندنا واحنا ممكن نحلها ازاي، او ايه هي الانتنشنز بتاعتها، ايه اللي انا محتاج اعمل كذا عشان احقق الاوبجكتيف او بتاعت الشركه. بيكون عندي اداه تانية وبنسميها الستاندرد او المعايير. المعايير دي بتقول ايه المطلوب عشان احقق الكلام اللي تم ذكره في السياسات او البوليسي. والستاندرد دي اقدر بعد كده ان انا استخدمها عشان اطابق بيها هل اهداف البوليسي او اهداف السياسه اللي موجوده تم تطبيقها ولا لا. بيبقى عندي بعد كده أداة تالتة وهي البروسيجرز، ودي بتبقى برضو بتقول أنا محتاج أعمل إيه، لكن فرق عن الستاندرد إن هي بتحط بالتحديد أو بتصرم تحديدا إيه الخطوات اللي المفروض أعملها عشان أحقق الهدف ده. هناخد مثال على كل حاجة من الحاجات دي ما تقلقوش، بس إحنا بنتكلم عن الموضوع من نظرة عامة دلوقتي. الأداة الرابعة والأخيرة من أدوات الحوكمة لو بنتكلم في البوليسيز، الستاندرد، البروسيجرز، هتكون الجايد لاينز. وايه هي الجايد لاينز؟ هي بتدي معلومات اضافيه ممكن استخدمها في حاله غياب الستاندرد او في حاله غياب المعايير. خلونا بقى نمسك واحده واحده من الحاجات دي ونتكلم عليهم بشكل وافي. مبدئيا كده لما اجي اتكلم على البوليسي، البوليسي خلينا عارفين ان هي دايما بتكون هاي ليفل دوكيمنت، يعني ما بيكونش فيها تفاصيل كتير. بتعبر عن توجهات الإدارة العليا، يعني هي مثلا بتقول إن الإدارة العليا حاطة الهيومن سيفتي أو السيفتي ميجرز فوق أي اعتبار آخر، فبنلاقي إن البوليسي بتؤكد وبتشدد على إن السيفتي شيء مهم
وممكن الاقي في البوليسي ستيتمنت مثلا بتقول ان اللي يجب على جميع العاملين في الشركه، لو انا بتكلم على بوليسي ليها علاقه بمجال الامن الصناعي هلاقي ان في ستيتمنت بتقول ان يجب على جميع العاملين ان هم يلتزموا بمعدات السلامه. بس كده، مجرد هايلايت او مجرد كلمه عامه. معدات السلامه دي بقى ممكن تختلف باختلاف الاداره اللي الموظف ده بيشتغل فيها، باختلاف الظروف المناخيه، باختلاف الزمن اللي احنا موجودين فيه. يعني احنا مثلا حاليا شغالين مثلا، فالستاندرد سيفتي اكويبمنت كانت هي الخوذه البوت. لما ظهر كورونا فيروس لقيت ان بقى في معايير اخرى للسلامه والامن، اللي انا لازم البس الماسك، الفيس ماسك او الفيس شيلد. ف بيحدث تغيير، ولكن البوليسي حاطط الموضوع من صورة عامة، التزم بمعدات السلامة من غير سرد. ما هي معدات السلامة؟ هيتم سردها فين؟ هنشوف كمان شوية مع بعض. لما باجي اتكلم في البوليسي فغالبا بتكون كل ستيتمنت موجودة بتعبر عن انتنشن واحد فقط او عن مانديت واحد فقط. يعني مثلا ما ينفعش اقول يجب على جميع العاملين الالتزام بمعدات السلامة والالتزام بساعات العمل الرسمية وعدم الافصاح عن معلومات. ما ينفعش كل ده يتحط في ستيتمنت واحدة، لا، لازم تكون كل ستيتمنت متفصلة ومحطوطة لهدف واحد. ده ليه؟ عشان افويد ان يحصل اي لبس في المفاهيم او اي فهم مختلف للمعاني، وعشان البوليسي ما تكونش معقده في طريقه كتابتها. البوليسي دوكيمنت بشكل عام زي ما احنا كده اتكلمنا هي بتعبر او بيتم فيها توضيح هو انا المفروض اعمل ايه عشان احقق الاستراتيجيه. احنا اتكلمنا في السؤال الاول ان انا مجلس الاداره بيحدد اوبجيكتيف، الاوبجيكتيف دي الاداره العليا بتترجمها على انها بتعمل لها استراتيجي. الاستراتيجي دي عشان احققها بعمل الجوفرنس. الجوفرنس تستخدم التولز زي البوليسيز، الستاندرد، البروسيجرز عشان تتاكد ان الحوكمه متطبقه. لو جينا ناخد مثلا مثال لبوليسي ستيتمنت، احنا مثلا هنشوف ان لو احنا بنتكلم عن بوليسي ليها علاقه بالباسورد هنلاقي ان في ستيتمنت ممكن تقول الباسورد ماست بي سترونج اند ريجولاري تشينجد، لازم الباسورد تكون قويه وتتغير كل شويه، لكن ما وضحناش ما هي معايير قوه الباسورد، وما وضحناش ايه هي المده الزمنيه اللي انا محتاج بعدها في كل شويه ان انا اغير الباسورد بتاعتي. والستيكنج زي ما احنا شايفين هتبقى ملائمة جدا ان هي ما تتغيرش بمرور السنين. يعني مثلا الكلمة دي او الستيتمنت دي مور لايكلي مش هتتغير لمدة سنين قدام، لان وممكن ما تتغيرش اصلا، لان المعايير اللي موجودة بتقول ان فعلا عشان اقدر ان انا اعمل اوثنتيكيشن سيستم سليم انا محتاج سترونج باسورد، وتكون بتتغير من وقت للتاني. لكن ما فصلتش هما ايه والكلمه دي استبنت. يعني انا عايز اقوله ايه، ان البوليسي بتسبورت الاستراتيجي. الاستراتيجي بتكون حاجه بالمناسبه لونج تيرم، بنتكلم على مدى بعيد، انا بعمل استراتيجي مده 5 او 10 سنين قدام. فالبوليسي لما بتتعمل بتتعمل برضو عشان تخدم على الاستراتيجي، وعشان تخدم الاستراتيجي برضو البوليسي مش هتتغير الا بتغير الاستراتيجي دي. قلما ما يحدث تغيير في البوليسي، البوليسي تتراجع طبعا كل سنة، أو كل لما يحصل تغيير كبير في النتورك بتاعتك أو يبقى في داعي إن أنت تعمل تعديل في البوليسي. ولكن بشكل عام البوليسي الكلمات اللي فيها أو الستيتمنتس اللي فيها ما بتكونش مفصلة بشكل كبير، ولهذا السبب ما بيحصلش فيها تغيير كل شوية. لما نيجي دلوقتي نتكلم عن البوليسي اليمنتس، او انا لما اجي اتكلم ان انا عايز اكريت بوليسي، ايه العناصر اللي المطلوب مني ان انا اراعيها في كرييشن الدوكيمنت بتاعت البوليسي؟ اول حاجه طبعا لازم اوضح الهدف من الكرييشن بتاع البوليسي دي. ايه البيربوس؟ الهدف ان انا احقق استراتيجيه الشركه عن طريق ان انا اضمن امن الموظفين او اضمن امن المعلومات او ايا كان هدف البوليسي ده هيكون ايه. بعد كده بقول هو البوليسي دي موجهه لمين؟ هل بتنكلود موظفين الشركه؟ هل بتتكلم على عمليات الشراء من الموردين الخارجيين؟ هل بتتكلم عن نظام امن المعلومات؟ ايه السكوب والاودينس اللي هم موجهه لهم البوليسي دي؟ العنصر الثالث بقى اللي بيبقى موجود، وده بيختلف من شركه يعني من بوليسي بقى للثانيه، البوليسي ستيتمنتس اللي انا هحطها. فعلي مثلا ان انا في مجال امن المعلومات بحط بوليسيز، في مجال الامن الصناعي احط بوليسيز ثانيه، في مجال سياسه الشراء والبيع مثلا بوليسيز بشكل مختلف. فالستيتمنتس دي هتبقى حاجه تقديريه على حسب نوع البوليسي اللي انا بتكلم فيها. بعد كده بلاقي عندي بقى الانفورسمنت والمانجمنت سبورت والريفيو والكلام ده كله، دي من الحاجات برضو لازم تسرد في البوليسي. مفيش بوليسي ينفع يعملها من الادمنستريتور وهو اللي يمضي عليها مثلا، لازم البوليسي اللي هيكريتها اللي هيعمل لها كرييشن او اللي هيعمل لها اللي هيعمل الدوكيمنت هيبقى حد مختص في المجال، ولكن حتما ولا بد لازم تكون مدعومه من الاداره وخاص ليها ابروفال. النقطه الثانيه اللي هتطرق ليها او التول الثانيه هي الستاندرد.
الستاندرد او المعايير هي بقى اللي بتقول احنا نعمل ايه عشان نحقق البوليسي. خدنا في المثال الاول ان احنا كنا بنتكلم ان البوليسي بتقول لازم الباسورد تكون قويه وتكون بتتغير كل شويه. في الستاندرد بقى بنقول ما هي معايير قوه الباسورد، يعني ممكن هنا بقى في الستاندرد نتكلم عن هي الباسورد القويه تعبر يتعبر عنها ازاي. فممكن نقول يتعبر عنها مثلا مينيموم لينث 8 حروف، يكون فيها ارقام، يكون فيها علامات مميزه زي الات والان والدولار ساين، ويكون فيها حروف كابيتال بالانجلش وحروف سمول. هنا كده انا حددت الستاندرد بتاع معيار قوه الباسورد. ولما هنيجي نتكلم في الريجولري تشينجينج او تغيير الباسورد، بقول الباسورد لازم تتغير مثلا للادمنستريتورز كل 30 يوم وللنورمال يوزرز كل 90 يوم. وطبعا لان الستاندرد بقت دوكيمنت تعتبر فيها تفاصيل كتير، فعرضة ان الستاندرد تتغير من سنة للتانية كبيرة جدا. يعني انا النهاردة مثلا الديفولت بتاعي كل 30 يوم بغير الباسورد، لكن ممكن قدام شوية او السنة الجاية نلاقي ان مفيش نيد كل 30 يوم، فممكن ازود المدة او اقلل المدة على حسب حساسية الموضوع. فالستاندرد بتكون ميد ليفل دوكيمنت بيكون فيها تفاصيل زيادة، بتعبر عن او بتتضمن معايير اقدر من عن طريقها. لما اقارنها بالكلام الموجود في البوليسي اقدر اعرف هل السيتنج اللي موجود ده بيتسق مع اهداف البوليسي ولا لا. الستاندرد ليه انواع كتير زي الريجيوليتوري ستاندرد، عندنا الاندستري او البيز لاين ستاندرد، وعندنا حاجه اسمها الاورجنايزيشنال ستاندرد. مش موضوعهم، ولكن خلينا عارفين ان في انواع للستاندردز الموجوده. يعني في معايير ممكن نقول تشريعيه او معايير قانونيه، في معايير صناعيه، وفي معايير ليها علاقه بالمؤسسات او المنظمات، وفي فروقات ما بينهم طبعا هنتكلم عليهم في الفريم وركس سيشن ان شاء الله. طبعا لو انا عايز اتاكد ان انا كومبلايد مع البوليسي، ف يعني انا يعني اللي عايز اوضحه هنا ايه، ان انا عشان اقدر ان انا احقق الاهداف بتاعتي في الشركه كان لازم احط استراتيجي، وعشان احقق الاستراتيجي لازم بعمل بوليسي، والبوليسي دي لازم تكون مفروضه او تكون كل الموظفين مشمولين بيها ويكونوا خاضعين ليها. طيب انا عشان اتاكد بقى ان البوليسي دي كل الموظفين خاضعين ليها بشكل سليم، الستاندرد بتقدم لي المعايير اللي على اساسها اقدر اقول الموظفين ماشيين على البوليسي بحذافيرها ولا لا. فالخضوع للستاندرد هو من الخضوع للبوليسي. اتمنى تكون الكونسبت اللي انا عايز اقوله واضح. يعني طول ما الموظف هيحترم الستاندرد بالتبعيه هيحترم البوليسي، لان الستاندرد هي اللي بتفصل هي البوليسي بتتكلم عن ايه. ما ينفعش يبقى البوليسي بتقول سترونج باسورد ويجي الموظف يحط لي الباسورد سبع حروف، هو كده بيفايوليت الستاندرد، وفي الحاله دي ما حققش الهدف اللي كانت مكتوبه ليه البوليسي، او ما حققش الهدف اللي البوليسي اتكتبت فيه او كتبت من اجله. العنصر الثالث من ادوات الحوكمه هو البروسيدرز او الخطوات، ودي بتبقى لو ليفل دوكيمنت. احنا كده عندنا هاي ليفل، عندنا ميد ليفل، وعندنا لو ليفل. لو ليفل يعني بتكون فيري تكنيكال، يعني بيكون فيها انا هنا كنت بقول مثلا في البوليسي لازم تبقى سترونج وتتغير كل شويه، ده في البوليسي. في الستاندرد لازم تبقى 8 حروف ارقام مميزه تتغير كل 90 يوم. لكن في البروسيدرز بقى انا بنزل الليفل بتاع عشان تغير الباسورد بتاعتك، ادخل او افتح السيستم الفلاني، اعمل لوجن، بعد كده حط الباسورد الجديده القديمه بتاعتك، حط الباسورد الجديده، اضغط اوكي. فبتبقى البروسيدرز دي بتبقى تفاصيل هو انا ازاي اعمل الشغلانه. هدفها الاساسي بيكون ان انا اعمل عمليه توحيد للطريقه اللي الناس شغاله بيها، ما يبقاش كل واحد شغال بالطريقه اللي بتناسبه. لما اجي مثلا اتكلم في المجال البرمجي، لو بتكلم في سوفت وير ديفلوبمنت تيم، لما بعمل ستاندرد انا مثلا بقول ان انا هشتغل الكتابه بتاعتي الفاريبلز بتتكتب بطريقه الكامل كيس. ما ينفعش طيب الكامل كيس بتتعمل ازاي، او بعمل اوبجكت ازاي، او الكلام ده. البروسيدرز بتاعتي دي هي اللي بتحدد انا هشتغل ازاي عشان يبقى شغل كل الناس واحد، ونفس من منهجيه الشغل متطبقه مع كل الناس، وما يبقاش في حد مش بيشتغل بشكل مختلف عن الغير. الجايد لاينز بقى بتعتبر بالنسبه لي اختياريه، هي بتدي ريكومنديشنز، بتدي توصيات، وان انا اعمل معاها كومبلاينس يعني ابقى ملتزم بيها، مش حاجه مانداتوري. ولكن في بعض الاحيان ممكن استخدمها از ستاندرد لو انا ما عنديش
ستاندرد موجود في حاجه معينه. يعني مثلا خلينا مثلا نتكلم مثلا نقول ان انا مثلا ممكن يبقى عندي نيد جديده ان انا اطلع كلاود كومبيوتنج، ولا ما عنديش ستاندرد داخلي موجود في الشركه للمعايير المتفق عليها عشان نتاكد من تامين الداتا اللي موجوده على الكلاود. فساعتها ممكن اجيب جايد لاينز من سي اي اس، دي جهه مشهوره، سنتر اوف انترنت سيكيورتي، والدوكيمنت دي اقدر ان انا امشي عليها، وبيبقى اسمها توصيات اقدر امشي عليها عشان احقق التامين اللي انا عايزه. فبعض الاحيان ممكن الاقي ان الجايد لاينز دي بتعامل ان هي معامله الستاندرد في الشركه، بس ده بيبقى خاضع او بيختلف باختلاف الشركات او باختلاف المايند سيت اللي موجوده عند المديرين او باختلاف الجيل بمعنى اصح. مثال للجايد لاين ان انا كنت ممكن بقول في البوليسي الباسورد لازم تبقى قويه، في الستاندرد لازم تبقى ارقامها كذا او عدد الحروف اللي فيها كذا الى اخر هذا الكلام. في البروسيجرز كنت بتكلم لازم الباسورد عشان اغيرها ادخل اعمل 1 2 3 4 5 6. لكن في حال بقى الجايد لاينز انا ممكن ادي مثال اخر، ان انا مثلا اقول لما تيجي تختار باسورد اختار باسورد تعرف ان انت تتذكرها، لكن صعب ان اي حد غيرك يتذكرها. فهنا هو ما تتكلمش بقى بفكره ان هي تبقى كام حرف، لا هو انا اتكلم ايه ان انت هتعمل باسورد مينيمم لينس كذا 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 وتتغير كل كذا، لكن لو انت بتختار باسورد اختار حاجه انت تقدر تعمل لها جيسنج من غير ما تحتاج ان انت تكتبها على ورقه عشان تفتكرها. الحاجه دي في نفس الوقت يبقى صعب على اي حد غيرك ان هو يفتكرها. يعني مثلا ما تكتبش اسمك الاول وتاريخ ميلادك، ده اي حد ممكن يتخيلها ان هو يوصل لها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.